اليوم اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياته الرسمية بحضور عدد كبير من النجوم العرب والعالميين اللي شفناه هون على الريد كاربت، مثل ياسمين صبري اللي تألقت بفستان لونه بيبي بينك، وأظافر العابدين، سلمى أبو ضيف، وفايز بن جريس، فاطمة البنوي، درة زروق، بشرة، وزميلنا مهند بخيت وباسل الزارو، وريا أبي راشد، وياسر السقاف اللي قدموا حفل الختام. ومن النجوم العالميين اللي كمان شفناهم على ريد كاربت إد ويسويك ونارومي كامبل اللي شفناها بصورة مع صديقها رئيس المهرجان محمد التركي وأليكس غونزاليس. بعد انتهاء فعاليات الريد كاربت الحضور توجهوا ليحضروا فيلم الختام، وهو فيلم برا المنهج للمخرج عامر سلامي ومن بطولة ماجد الكدواني. أما أبرز الجوائز فتوزعت كالتالي: جائزة أفضل فيلم سعودي لفيلم رابتشر أو تمزق، جائزة الجمهور راحت لفيلم أنت تشبهني، جائزة الجولدن يوسر فور ريد سي من نصيب تلفزيون، وتنويه خاص لفيلم فرحة. عن فيلم على الطريق فاز أمين جعفري بجائزة اليسر الفضية لأفضل مساهمة سينمائية، وفيلم نيبرز حصل على جائزة بيست سكرين بلاي، وجائزة إميرسيف سينما راحت من نصيب End of Night، وأخيرا جائزة أفضل فيلم روائي طويل راحت لفيلم بريتون فورث. أما بالنسبة لجائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب آدم علي، وبيست أكتريس من نصيب أراويند كيرانا. ورغم انتهاء المهرجان اليوم لكن لسه عروض الأفلام ما انتهتش، ورح يكون في سبيشال سكرينينجز لأفلام بوليوود، من بينهم عرض فيلم 83 الجديد بتاريخ 15 ديسمبر، وهو من بطولة ديبيكا بادوكوني ورانفير سينغ. يعني النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حقيقة كانت ناجحة بكل المقاييس، وقدر طبعا المهرجان أنه يحط اسم السعودية على خارطة المهرجانات السينمائية الدولية، فمبروك للسعودية، يعطيهم العافية لكل فريق العمل، وفي مقدمتهم محمد التركي رئيس المهرجان اللي سألناه عن نجاح الدورة الأولى منه. ما حكيت معك بأول مهرجان لأنك كنت كتير بيزي وعم تركض ورانينج، قدي مبسوط بالنسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر الرائع السينمائي الدولي. جدا مبسوط في النسخة الأولى، فانطلقنا في نسخة ناجحة، وإن شاء الله بإذن الله نبيض وجه الجميع في السعودية، وحتكون في نسخات أخرى، فأطلقنا النسخة الأولى وترقبونا في النسخات الجاية. هذا اللقاء كان من MBC غالا دينر اللي أقيم على هامش فعاليات المهرجان واللي راح تشوفوا تفاصيله بعد شوي. أما مبارح فكان في بريمير فيلم أبطال بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وأبطال الفيلم ياسر سقاف اللي نشر صورته مع سمو الأمير على إنستغرام، وأيضا فاطمة البنوي اللي لافت الأنظار بحضورها من بداية المهرجان، والأطفال من أصحاب الهمام اللي حضورهم كان على ريد كاربت ترند. كمان مخرج الفيلم الإسباني مانويل كالفو كان حاضر، وعدد من النجوم والمشاهير من بينهم المنتج والممثل محمد كريم ونجم مسلسل لا كازا دي بابيل داركو بيريك اللي حضر على ريد كاربت وحضوره قلب السوشيال ميديا.